اهلا بكم جميعا في هذا الفلوق. يعني كما عرفتم فيما عرفنا الان نحن في الدكان ونريد ان نشتري او ناكل هذا يعني ادروا هذا ادروا هذا هذا يعني ناكل صوتو هذا يعني صوتو بدجاج لان هناك صوتو باللحم ايضا ثم هنا يوجد الماء ثم صوتو نحن نضع هنا صويا هذا ثم مع هذا ايضا فلفل ثم قبل هذا قد اشتريت ماذا يعني نقول الشاي في إدمارت خلاص يمكن هكذا الفلوق يعني شكرا على البنتي داريكم وانا داريكم خلاص والآن أريد أن أكل والسلام عليكم.